ماذا لا تتواصل أنشطة الأسبوع الوطني للاتحاد العام لمؤسسة دعم اللغة العربية في دورته الخامسة، حيث تم ظهر اليوم تنظيم ندوة علمية تحت عنوان دور الفتاة في نهضة الأمة الجديدة، وذلك لصالح طالبات ثانوية مسجد النور الحرزاية. المناسبة ترأس رئيس اللجنة التنظيمية للأسبوع الدكتور قمر محمد قمر أحمد خميس جمعة. تحت موضوع دور الفتاة في نهضة الأمة التشادية، كان ذلك محور الندوة التي انطلقت ظهر اليوم في فناء ثانوية مدرسة النور، وذلك وسط حشد من الطالبات. فبعد الاستماع إلى القرآن الكريم والكلمة الترحيبية المقدمة من الطالب حسين محمد صوصل، تلا ذلك كلمة ممثل الاتحاد الدكتور قمر محمد قمر، الذي أشاد بدور المدرسة وتلبيتها لدعم أنشطة الاتحاد في أي وقت، مشيرا إلى أن ثانوية مسجد النور من المؤسسات الرائدة في نشر التعليم والثقافة في البلاد، حيث خرجت العديد من الكوادر يعملون في القطاع العام والخاص، طالبا من التلميذات الاهتمام بالعلم. من ثم بدأت حيثيات الندوة التي أدارها الأستاذ عبد الله يونس محمد بثانوية مسجد النور، وكانت المتحدثة الأولى الدكتورة حاجة أمنة عز الدين نائبة عميد كلية علوم التربية بجامعة الملك فيصل، تطرقت إلى التحديات التي تواجه الفتاة والمقومات والدوافع والتأثيرات والواقع الحالي للمرأة. أعقبتها الدكتورة زينب تيراب محاضرة جامعية ومستشارة بوساطة الجمهورية، والتي تناولت مقومات الفتاة للعب دورها في نهضة البلاد. المتداخلة الأخيرة خديجة بكر عبد الرحيم معلمة بثانوية الحرزاية، والتي أوضحت أن التفكك الأسري وكثرة الطلاق في المجتمع والتقليد الأعمى والعولمة ووسائل التواصل والتحرش تعتبر من عوائق منع المرأة في لعب دورها الريادي في نهضة الأمة. من ثم تداخل الحضور والطالبات بأسئلة واستفسارات جلها تنصب في ضرورة تعليم البنت حتى الشهادات العليا، وعلى المجتمع مساعدة الفتاة وتطبيق القوانين الدولية والمحلية التي سنت السلطات العليا لصالح المرأة. وفي سياق متصل، قامت رابطة خريجي ثانوية الملك فيصل بالتعاون مع إدارة الثانوية بتكريم أعضاء هيئة التدريس والطلاب الناجحين في امتحانات الشهادة الثانوية لهذا العام، ويأتي ذلك تزامنا مع الاحتفالات بالإسبوع الوطني لدعم اللغة العربية. المناسبة جرت بقاعة المحاضرات بالجامع الكبير للملك فيصل. حسن جد عمر. يقال إن لكل مجتهد نصيب، فالمثابرون والمجتهدون من الطلاب لا شك يحصدون ثمار جهدهم. هذه الرسائل وغيرها أراد المنظمون للحفل التكريمي إيصالها لخريجي الثانوية من حملة شهادة البكالوريا، والبالغ عددهم 155 خريج. وهي كلمات تشجيعية وتحفيزية تضمنها برنامج هذا الحفل الذي نظم خصيصا لهم من قبل المدرسين وممثل الرابطة، إضافة إلى ممثل المجلس الأعلى لشؤون الإسلامية. كل هذه المداخلات جاءت بعد الكلمة الترحيبية التي قدمها عثمان عبد الله، والتي شكر فيها الحضور على تلبيتهم الدعوة، كما أثنى على جهود الرابطة التي دابت بتنظيم هذا الحدث كل عام. أما مدير الثانوية نور الدين عبد الرحمن فقد هنأ هو الآخر الخريجين على هذا النجاح. لقد عملتم ليلا ونهارا وسهرتم الليالي ولم تعرفوا الكلل ولا الملل، فباسمي واسم كل أسرة ثانوية الملك فيصل أبارك لكم وأهنئكم على هذا الإنجاز العظيم والنجاح الباهر في بكالوريا العام 2016-2017. وفي الختام استلم هؤلاء الخريجين ثمرة التفوق الذي بذلوا الغالي والنفيس من أجله، وهي إفادات تشجيعية لكل منهم، كما كانت هناك شهادات تقديرية لبعض مدرسي الثانوية لمساهمتهم الفاعلة في نجاح هؤلاء الطلاب.